هل ساهم خروج المرأة للعمل في زيادة نسبة التفكك الأسري؟ هل يؤثر عملها على تربية أبنائها؟ هل تتحمل بمفردها مسؤولية تربية الأبناء؟ هل يمكن أن تكون المحضنة أو المربية بديلة عن الأم العاملة في التربية؟ كيف يمكن أن تحقق المرأة التوازن بين العمل والبيت؟ ما دور المجتمع في حماية الأسرة والمحافظة على توازنها وتماسكها؟ المرأة والعمل، موضوع حلقة زدني علماً على قناة القلم.